Smart Info. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لابي تنظم بالتعاون مع الجي زاد واللوتيكا الدورة الثانية من صالون الصناعات الذكية Smart Industry 2020 من 19 ل 20 فيفري 2020 باش يكون موضوع الدورة L'Industry 4.0 en Tunisie une transition en route وتنظم لابي بالمناسبة أكاتان يدوم 48 ساعة في الانترنت دي زوبجي والانتليجنس ارتيفيسيال آخر أجل للمشاركة نهار 9 فيفري 2020 إلكتريك إنيس ينظم الدورة الثالثة من إنيس روبو نهار لحد 2 فيفري 2020 بفضاء معرض الصفاقس الدولي باش يصيروا فيه بلوجور ديفي في الروبوتيك موضوعها الحرب العالمية الثانية. La Fondation IAF for Science تنظم الدورة العاشرة للمعرض الوطني للعلوم والتكنولوجيا STEM 2020 من 6 ل 8 فيفري 2020 بالحمامات وباش يقدم المعرض فرصة للتنافس بين تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية اللي أعمارهم بين 12 و19 سنة باش يلقاو حلول تكنولوجية للمشاكل في محيطهم آخر أجل للمشاركة نهار 31 جانفي 2020 Smart Info.